مشاهدينا، وبالعودة إلى الاتصال الهاتفي مع زميلتنا هيفاء الحسيني، موفدة الرشيد من واشنطن. أهلا بك هيفاء. يعني حبذا لو تضعين في صورة لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الرئيس باراك أوباما، وما المعطيات التي خرج بها اللقاء، وما الالتزامات التي تعهدت بها واشنطن؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة الرشيد. هذا اليوم هنا في الولايات المتحدة اللي اعتبرها عدد كبير من الأخصائيين وأيضا المحللين السياسيين الأمريكان اعتبروها زيارة مهمة جدا للوفد وأيضا الرئيس العبادي إلى واشنطن. التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وأيضا كان هناك في جعبة العبادي الكثير من الملفات اللي حملها معه، وأهمها كان الملف العسكري والملف الاقتصادي، حيث طلب الدكتور حيدر العبادي الدعم الأمريكي بالسلاح، وطلب موافقة أوباما على تزويد العراق بما قيمته المليارات الدولارات من المعدات والأسلحة الأمريكية المتطورة بما فيها طائرات بدون طيار ومروحات أباتشر قتالية ومختلف أنواع الأعتدة. وأيضا طلب العبادي تأجيل دفعة أو دفع قيمة هذه الأسلحة، يعني تعرف العراق يمر في ظروف استثنائية بسبب الموازنة التقشفية. وأيضا سعى العبادي إلى التوصل إلى اتفاقية مع الرئيس الأمريكي حول كيفية إدارة المعركة مع داعش. كان دعا تدعم جوي أو جهد استثنائي، هذا أيضا ما تحدث به الرئيس العبادي مع الرئيس الأمريكي. وأيضا تحدث موضوع مهم جدا وقال العراق دولة ذات سيادة لا يسمح لأي أحد التدخل في شؤونها الخاصة، كما وعد الإدارة الأمريكية بأن لا يتدخل العراق في شؤون الآخرين. وأيضا وعد الرئيس العبادي أمريكا بأنها لا تسمح لأي شخص مندس في القوات الأمنية وأيضا قوات الحشد الشعبي بالإساءة لأي مواطن عراقي. وأيضا تحدث موضوع مهم جدا، حاصل السلاح وأيضا الفصائل والحشد الشعبي تحت غطاء الدولة. هذا ما تحدث به السيد العبادي، لكن اللي تحدث به الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث موضوع مهم جدا وقال العراق دولة ديمقراطية ذات سيادة، وأننا سنقوم بالتنسيق مع الحكومة العراقية كونها الحليف قوي بما يخدم العراق. وعد أيضا أوباما بتحرير المناطق المحتلة بمساعدة وأيضا مساعدة القوات العراقية من داعش. وأيضا نقطة مهمة اللي وعد بها أوباما هو إعادة إعمار المناطق اللي تعرضت إلى إرهاب وأيضا الاحتلال من داعش. وأيضا أشاد الرئيس الأمريكي أوباما بنجاح القوات العراقية في التصدي إلى هجمات داعش. وأيضا تحدث ووعد أوباما بدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، هذه نقطة كلش مهمة ولإنشأته الحكومة العراقية. أيضا الرئيس أوباما شكر الرئيس العبادي على المقبولية العربية والدولية وأيضا على التعاون الحكومة مع مجلس النواب، يعني في السابق كان هناك خلافات في مجلس النواب وأيضا الحكومة التنفيذية. هذا اليوم تحدث الرئيس أوباما هناك تعاون كبير في هذا المجال. وأيضا أشاد الرئيس أوباما على النجاحات التي حققها العبادي في جمع كل أطياف الشعب العراقي وأيضا العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. أيضا تحدث نقطة مهمة جدا بها الرئيس أوباما، تحدث نقاط مهمة جدا عن إيران، قال نحن نتوقع علاقة مهمة بين العراق وإيران تجارة، والشعب العراقي يتأثر في إيران، يعني يتأثر في إيران. وأيضا تحدث نحن لا نقبل بالميليشيات وأيضا لا نقبل جهات تدخل من إيران للعراق تحت أي مسميات، كما وعد العبادي أن سيكون حصر هذا السلاح وحصر
السلاح وايضا جميع الفصائل، هذا الاهم تحت رايه الحكومه العراقيه واشراف الدكتور حيدر العقادي. هيفاء الحسيني مفادة الرشيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا في هذه النشرة. قتلت القوات الجوية